متعودين. انا كم مره قلت لكم ان شاء الله هيك يعوني صارخه بالليل. شنو هاي؟ دقيقة لك مو سيارة ابوك بالمفروض ما تطفى. لا لا هسه هسه شغلها بس دقيقة. شلون هسه شلون؟ اقول لك بلد خبر ابوك. يا معود شلون اخبر ابوي وانا باقي السيارة من عنده؟ خبر على امك. يا معود اذا خبر على امي هي قاعدة بصف ابوي اخاف تقول لي. زين انا عندي حل ولازم اقول لكم به. شنو هو؟ انا صار السبع وبكت السيارة من بيتنا. عفيه وهسه لازم نصير اسبوع وننزل ندفع السيارة. شباب انتوا فزيتوا لهايم العوافي. انا ما انزل. انا هم ما انزل. انا لو تنقلب الدنيا ما انزل. انا خاف من القراقيع. معود وينكو قراقيع بالصيف؟ لا مو كسر الجو. انا بالنسبة لي اخاف من الجلاجيب. انا بالنسبة لي اخاف من الظلاظين. خباني اخاف من البقابيك. لك بقابيك شنو؟ وانا ما اعرف شنو جمع بواق. لك حراحيم هي غبي. انا اقول عندي حل. ننزل على العمر وتكبرنا. شنو انا ما رايد روحي؟ انا اقول ننزل على الطول وتطولنا. لا 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 انا اقول ننزل على الصغر وتصغرنا. العاد انا اقول ننزل على السبع وتسبعنا. انا لو اسبعكم كان قتلت لي واحد من المشهد الاول. انا اقول ننزل على السفن وتسفن. شنو؟ انا قصدي ننزل على السحر وتسحرنا. انت شايف انت ايش تحكي؟ ما تقول ايش تحكي؟ ما هو ده شيء بس خلينا ننزل. الله يخليك ما ابغى اخفتك علي. وين القير؟ هاي شنو الصوت؟ مو قلت لكم قراقيع؟ لا لا هذا الصوت من عندك. ايش تقصد؟ غزاغيس. احترم نفسك. مو انا اللي طلع هيك اصوات. بعدين شباب هاي لحظه مصيريه. لازم نصير اسماع. شو نسوي؟ ونندار ونشوف منو هذا سوى هذا الصوت. انا اقول نندار على العمر وتكبرنا. انا اقول على الطول وتطولنا. انا اقول على الصغر وهذا صغرنا. انا اقول على السبع وتسبعنا. انا اقول نرجع المشهد الاول اسهل لنا. نزلوا يا الله. هذا طلع رجال. الف الحمد لله والشكر. عمو الله جابك احنا عطلانين. عمو ما تعرف واحد هنا يصلح سيارات؟ ما تحتاج مصلح. انت لا تعوفوها وتروحون. ها يعني نعوفها ونجباش نلقيها كملانه؟ لا لا هاخذها منكم. ما اخاف عليك تتعب يعني تدفعها وحدك وتصلحها. انت ايش عليك؟ انا اخذها سحل بكرين دفع. انا بكيفي اخذها. على راحتك عمو المهم ترجعها. شرجعها؟ انا سلاف. شنو يعني سلاف؟ عمو يعني شو مخلص دراسه؟ لا اعتقد سلاف يعني في ترشي. لا لا سلاف يمكن اكله هاي بس كلش حامضه. صحيح انا ضايق. سلاف يعني حرامي. انا جاي ابوك بقابيك. عمو يعني هسه انت راح تبوقنا لو شنو؟ ابوكم شنو؟ ابوك السياره. شباب احنا جبناه مو؟ طبعا. وتافهين؟ طبعاً. وما نقدر ندبر أي شغلة؟ طبعاً. بس مو مال هذا يسلبني. لا لا أنا راح أحكي وياه. يلا هي السيارة صارت مالتي. روح ترى كسركم. عمو لا أسفين بس خمس دقائق الطينة. شباب اللي والمثل يقول اللي تلتغل حية بيده مو يخاف من جرة الحبل. طبعاً. يا جايبين حبل مو كان هسه ربطناه. شنو لك؟ عفو عمو يعني احنا شوي اخرناك بس عندنا اجتماع قصير من خصته. شباب هي مو الكثرة تغلب الشجاعة؟ طبعا. عمو شو انت صلف يعني احنا قدامك اربعة وانت ما خايف؟ مو انتو اربعة بس فارغين. لك الله غير حلو طلع يعرفني. لك وقف لك. عمو انت مو كل مرة تجي بنهاية المشهد جابك هسه. لك جاي سوهم تالي الليل هنا. اكو تسليب هنا. تسليب؟ لك قدرتكم على هذا الفقير صرت الزلم وقمت تسلبون. لا لا عمو لا لا هو سلاسيب. انشب لك شنو سلاسيب؟ يعني هو دا يسلبني. طيح الله حفكم. ايش وقت تصيرون زلم؟ هذا سلابي. طفر الجبان. ما تتخيلون انا ايش قد فرحان اول مرة اشوف واحد اجبن من عندنا. الحمد لله وشكر ربي.
لا تدوخونه، يلا ليك اعطيني السويش. جوا السويش تلقاه بالسيارة. بس انا ما اعرف اسوق، خاف ادعم لواحد وارتكب جريمة. ترتكب جريمة؟ قاعد هاد اسويه شنو؟ تبرعات لعوائل المتضررة؟ تعال انت ابو الاحمر اصعد السوق لي. والله عماني بودي اودي سيارة ابوي للتفصيخ، بس السيارة عطلانة. سهلة، اصعد وانتو تدفعوني. دفافيع؟ يلا. شوفكم بمشهد ثاني.